خلال كلمته في حفل توزيع شهادات التخرج لدورة الحجامة العلاجية، قال رئيس مجلس إدارة جمعية الطب البديل زبن العتيبي إن هيئة الكوادر الوطنية أمر ضروري يسبق تقديم قانون الطب البديل الذي ينظر الآن في لجان مجلس الأمة، وذلك ليكون الطب البديل رديفا لوزارة الصحة. وأضاف العتيبي إن القانون الذي قدم يتكون من 14 تقنية معتمدة على المستوى الدولي. احنا طبعا بس بغينا نأكد ان قضية الحجامة قضية مهمة جدا وجوهرية، لان امر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي وقاية وعلاج. لذلك فانتوا الكوكب الاولى اللي احنا الحقيقة من فترة طويلة نسعى لتحقيق هذه الروابط، لان الطب البديل كيف نجعله واقع حي امام الناس، لابد أن نركز على الجوانب العلمية والتقنيات المعتمدة وخاصة في الطب البديل، لأن الآن إحنا حسب ما عملنا فيه عملنا قانون للطب البديل والتكميلي من 14 تقنية. أتمينا اليوم الدورة الشاملة للحجامة العلاجية بفضل الله والحمد لله والشكر لله على هذه، وإن شاء الله في دورات ثانية قادمة لجمعية الطب البديل، والحمد لله إحنا من أعضاء جمعية الطب البديل، وأنا متخصصة في الطب البديل من 94 ولله الحمد، أحصل على مئات الحالات العلاجية بالنسبة حق تأخر الحمل والهرمونات والأورام السرطانية والأورام الليفية وجميع ما يتعلق في النساء، بالإضافة لعرج النساء والفقرات والديسك. تخرجنا من هذه الدورة المباركة، دورة تعليم الحجامة الصحيحة على وفق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا وإخواني وأخواتي.